بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في مقر كتيبة الشهيد عز الدين القسام في ريف اللاذقية، وتحت أمطار الخير التي أنعم الله علينا بها لإطفاء ما تشعله قذائف قوات وكتائب الأسد في أحراش وغابات ريف اللاذقية، لنلتقي بعض العناصر المنشقة التي تم تأمين انشقاقهم البارحة وصولهم اليوم إلى مقر الكتيبة. لو تعرفوا عن أنفسكم. الرقيب المجند صالح الأحمد فوج 35 قوات خاصة. الرقيب المجند ماجد العلوش فوج 35 قوات خاصة. المجند مسلوم عبدي فوج 35 قوات خاصة. المجند محمد الجمال فوج 35 قوات خاصة. المجند عادل علي فوج 35 قوات خاصة. عمر 35 فوج 35. المجند فارس علي فوج 35 قوات خاصة. محمد جمعة فوج 35. نود نتحدث مع الأخ صالح عن كيفية الانشقاق وأسباب الانشقاق. لو تحدثنا أخ صالح عن كيفية الانشقاق وأسباب الانشقاق. عندما تم تأمين انشقاق 11 عسكريا من قرية بدامة عن طريق قادة كتيبة الشهيد عز الدين القسام، نسقنا مع قادة الكتيبة وتم الانشقاق ولله الحمد. ما هي أسباب الانشقاق التي أصبحت معروفة لجميع السوريين ولجميع الناس؟ تحويلنا إلى قتلى ومجرمين، وهذا ما لا نرضاه ولا يجب أن يفعله أي مقاتل ينتمي إلى هذا الجيش. أخ صالح، كلمة أخيرة توجهها لإخوانك لزملائك. نشكر عناصر وقادة كتيبة الشهيد عز الدين القسام، وندعو إخواننا وزملائنا للانضمام إلى أهلهم وترك جيش القتل. شكرا أخ صالح، وشكرا لكم إخواننا بيننا. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر.